بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلا إيو كتاب كني عقيدة المسلمين درسي كني أم عشر كني وعشر كني شناد وي سؤاشا إيو جوابتا أن كبلاب النوحا وي حكم مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام درسي كسؤاشا سان كبلاب النه سؤال حكم مدح الرسول الله رسول كي إلهي حكم كي سبين نوع دي حكم مدح رسول الله عليه السلام حكم كنبيك أولا أمانو أمانتي سحكم كذا نوع دي جواب جائس وحا بنان بالإجماع إجماعهان وحا بنان النبيك الله أمانو قال تعالى إلهي آيدي ساء دليل وإنك لعلى خلق عظيم وحاتهي نبي محمد ودبع عدوين دشد بات كسوغ انتهي قال تعالى إلهي آيدي ساء دليل وعزروه ونصروه وعزروه معنى وحلو لجيدا أثنوا عليه أي أمانين ومدحوه وعظموه أي أمانين حديث كنبينا ودليل نبي يري إن بعض النساء دمرك بركود مدحنا النبي عليه السلام نبي أمانين عليه الصلاة والسلام بقولهن هذا الكودي بيكو أمانين نبي أمام النبي نبي هرتيسا أي أرانا يعني يا حبذا محمد من جال ألا يا كوان أكسن نبي محمد درسني مؤلا لدرس يا كوان أكسن رواه ابن ماجه با حديث كاسوسار يوورين يوالا ليال وثبت وحا سقنا ذي مدح أكثر وحكبضا من سحابي سحابي وحكبضا هل سحابي وحكبضا أما أنتي ساسقناتي وله نبي أمانة يسيدك حسان ابن ثابت حسان ابن ثابت والعباس نبي عباس وأدير كيسا يو غيرهما غير كود والرسول نبينا لم ينكر مؤسا إنكر ذلك أرنكا بل استحسنه ووناجستي أو وناج سوى ناكسنبو أقاتي نبي عليه الصلاة والسلام ولا ليال نبي إلا أمان عليه الصلاة والسلام ومشروعية دين تينا إسلام كاباني نيسا أدوالا ليال النبي عليه الصلاة والسلام بوس إبو ليهي مقام أسغا أخاسو ليهي سيد إلهي سبحانه وتعالى مقام أوليهي داتك مخلوق أوهو لأبو رينا بوس يا مقام أوليهين قفك مسلم كألا مرب بوس كإلهي إنو جيو بوس كنبيغا نبي محمد بوسكي سينا او بوسكي إلهي جيو بوسكا داتكا وناكسان او صلحادا اينو بوسكا نبيغا او جي يلامرهبو نبيغا متقانا بوسكي سينا بوسكا صلحادا او جي يلامرهبو إلهي سبحانه وتعالى أسغا كون كان أبوري إلهي سبحانه وتعالى أسغا أدون أنهي إلهي سبحانه وتعالى أسغن عابدنا إتكل ما عابدنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إلهي وحليه الجن يا إنس منا وما أبور إني عابدات إني دتك إني إلهي عابدان موياني عبادتاس أمبان أنغن لو أبوري وحان هي أدوما إلهي سبحانه وتعالى صلاة بان تكنينا وحان أتكنينا الله سبحانه وتعالى
bishii ramadaan baa lagu jiraa oo soomka waxaan u soomaynaa allah subxaanahu wa tacaala xajkaan rabnaa inaan aadno ilaahay dartiis baan u soo xajinaynaa sadaqaan rabnaa inaan baxsanno ilaahay dartii baan u baxsanaynaa cilmi baan rabnaa inaan baranno ilaahay dartiis baan u baranaynaa nafteenna jahliga inaan kaga saarno ummaddana inaan culumtaasii gaarsiinno dacwada iyo diintaan u shaqaynaynaa ilaahay daraaddiis baan ugu shaqaynaynaa iyo diinta inaan difaacno ummaddana inaan badbaadinno ducaadun fii sabiilillah saas weeye walaalayaal intaa laakiin wixii ka soo haray qofka acmaashiisa u sameeya hadda acmaashiisu waxay noqonayaan habaa'an manfuuran waxa waxba ka jirin bay noqonayaan wax walbaad samaynaysid oo khayr a u samee lillaahi waliajliillaah ilaahay dartii u samee ma kaana lillaahi daama wattasal wama kaana liqayri illaahi inqaطaca wاnfasal shaygu hadduu ilaahay dartiis yahay wuu daa'imaa wuu joogaa laakiin shaygu hadduu ilaahay dartiisa uu ka baxo burbur iyo dhibaataa ma taqaanaa ku yimaada ma daa'imo ma joogo axbaabana alkiraam wax walboo ilaahay daraaddii loo sameeyo faa'iidooyin badan baa laga helaa laakiin shayga haddaan ilaahay dartii loo samayn dhib iyo burbur fara badan baa laga dhaxlaa axbaabana alkiraam marka mar walba waxaan samaynayno ilaahay inaan saa u caabudno oo aan muraaqabayno qalbigeenna ilaahay inuu koonkan abuuray subxaanahu wa tacaala inaan taa ogaanaa la rabaa walaalayaal afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaa'i kayfa ruficat وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بو إلهي لي سبحانه وتعالى بل سمد سيد الله أبو ريفيري جيل سيد الله أبو ريفيري للك سيد الله أبو ريفيري بورها سيد الوجود الجوجي يفويري يا وحا صوتنا سميي والله سبحانه وتعالى قف كلو سمين كرمجرو كون كان يا مامولا الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هدي لبا إله كون كان ولا مامول لهاين إلهي مويانا وحكا لو نوى فساد لهاين بو إلهي ليه سبحانه وتعالى بليبر كي عقيدة دتك أهل تصوف كا أما دتك مسلمين تا بليبر كود يعقيدة دو تسوية ولا الله إله سان عابدنا أن أسجدنا أن ركوعنا إله سان ولا الله يلعبدنا سبحانه وتعالى طيب نبي مرك إلا أمانه صلوات ربي وسلامه عليه ووحبنا ولا الله نبي محمد أمان تيسا خير بضن بالله يهلا وعلى يرقفك قرآن كريم كأه يصلي النبي وحي كسو هري مركو كل واقيو أو وقتي يكب حينيو waxaa la rabaa inuu garanayaa la rabaa miininkooda iyo macnahooda inuu fahamsan yahay laakiin qur'aanka kariimka iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ama macnaha garo ama ha garan labadaba waxaa lagaa siinayaa sawaab iyo ajar baa lagaa siinayaa nebigeena calayhi salaatu wasalaam oo isagii lahaa la aquulu alif laamiim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun وميم حرف بوير نبي عليه الصلاة والسلام ما أرانا يا ألف لا ميم أو إسودة وهل حرف لكن ألف وحرف لام نوا حرف ميم نوا حرف ألف هداتي رهدي طبعا أجرب إلهي كسينيا ميم هداتي رهدي طبعا أجرب إلهي كسينيا لام هداتي رهدي طبعا أجرب إلهي كسينيا سبحانه وتعالى ألف لا ميم أو إسودة توي يا أحبابنا الكرام salliga nebiguna waa saa laakiin wixii ka soo haray waxaa la rabaa macnaheeda inaad garanaysid maantoo dhan haddaad dikrinaysid oo abyaad aad ku dikrinaysid abyaaddaa macnahooda aadan garanayn laa sawaaba laha wax sawaaba iyo ajaraad ka helaysid haba yaraatay ma jiraan wixii ka soo haray salliga nebiga iyo qur'aankeenna kariimka ah axbaabana alkiraam walaalayaal saa in la ogaadaa marka muhiima nebiga marka ammaantiisu waa bannaan tahay nebiga ilaahay baa ammaanay ilaahay baa yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim dabeecad weyn baa dusheeda tahay nebi moxamedo nebi moxamed asagaa naftiisa ammaanay oo nebigu asagaa yidhi ana sayidu alawaliina waalaakhiriin anigu waxaan ahay sayidka boqorkiiyo dadka kii hore iyo kii dambaba sayid baanu ahay buu yidhi kuwii hore iyo kuwii dambaba
nebigu dad wa wanaagsan oo ammaanu lahaa oo ay ka mid yihiin asxaabu rasuuliillaah cabdullaahi mataqaanaa ibnu rawaaxa xasaan ibnu thaabit kacab ibnu zuhayrin kacab ibnu maalikin magacyada aan sheegayno waa asxaabtii nebiga nebigay ammaani jireen calayhi salaatu wasalaam masaajidka dhexdiisay ku ammaani jireen wa kharija almasjid masjidka bannaankiisana waa ku ammaani jireen duruqda iyo dariiqooyinkay ku ammaani jireen iyo wadooyinka meel walbay nebiga ku ammaani jireen xasaan ibnu thaabit cabdullaahi ibnu rawaaxa kacab ibnu zuhayrin kacab ibnu zuhayr wuxuu leeyahay qasiido dheer oo la yidhaahdo baana sucaada nebigu uu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam waa qasiido mashhuur ah oo kutubta islaamka ku qoran axbaabana alkiraam cabdullaahi ibnu rawaaxa sidoo kale kacab ibnu zuhayrin sidoo kale kulligood nebigay ammaanayeen calayhi salaatu wasalaam walaaleen ammaanta nebigu marka waa sharaf maasha allah dadka maadixiinta ahoo nebiga ammaanaya waa sharaf weeye walaalayaal maxaa yeelay ammaanta qalbigooday ka soo baxaysaa si ay mataqaanaa nebiga u ammaanaan calayhi salaatu wasalaam hadda waxaa la rabaa ammaanta nebiga maadaama aad jeceshahay hubkii iyo silaaxii aad ku difaaci lahayd in ammaanta nebigu ay bannaan tahayna inaad baratid saasaa lagaa rabaa laakiin sheekada keliya maaha inaad tidhaahdid anigu qasiidada keliyaan qaadayaa hubkiina ma aqaan hadda maanta waa u jeedaa waa zamanulfitan mujasima mushabbiha wahaabiya balaayo dhan baa soo baxday mulxidiin kuwa aan diin lahayn waxaa la rabaa marka inaad ammaanta nebiga calayhi salaatu wasalaam hubkii aad ku difaaci lahaydna inaa haysataa la rabaa axbaabana alkiraam maxaa yeelay cilmigu waa silaaxu lmu'min qofka mu'minkaa hubkiisa wa waxaa suuragala in lagu dhaho ammaanta nebiga ma bannaana deh wa innaka la calaa khuluqin cadiim ilaahay baa nebiga ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebigu asagaa naftiisa is-ammaanay dheh ana sayidu alawaliina waalaakhiriin ana sayidu alawaliin waalaakhiriin anigu waxaan ahay dadka kuwoodii hore iyo kuwa dambaba sayid iyo boqor baan u ahay saa dheh waa kan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tan aayadda qur'aanka saxaabadii nebiga nebiga dad ammaana buu lahaa xasaan ibnu thaabit masaajidka dhexdiisuu nebiga ku ammaanay salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh dadkii nebiga saxaabada nebiga isagoo nebigu nool nebiga ammaanaya waxaa ka mid ahaa xasaan ibnu thaabit dheh kacab ibnu zuhayrin kacab ibnu maalikin cabdullaahi ibnu rawaaxa rijaashaas aan soo sheegnay iyo kuwo kaloo badan nebigay ammaani jireen salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh qaado hubkaaga hubkaaga saa ammaanta nebiga ugu difaacdid calayhi salaatu wasalaam oo aan lagu harowsan saasay ahaayeen dad nebiga ammaanay ahaayeen salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh dadkii wa wanaagsanaayoo khayrka badnaana oo saxaabada nebiga ka sii dambeeyey nebiga waa ammaanayeen mashaayikhdeennii wa wanaagsanaydna nebi muxamed waa ammaanayeen salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh kasoo qaadka mitli sheekhana sheekh aways alqaadiri raxmaat ullaahi caleyh nebigu ammaanay qasaa'id badan buu leeyahay nebiga uu ka ammaanay allaahumma salli calaa muxammadin wa aalihi ashrcu sharcu axmada wa diinu maa badaa bihi badaa jamaalu lmusdafa ka badrin fi kamaalihi tamaamun xaali laamicuuna lam tara juhmaanihi jaliilun jaa'a bilhuda dacaana fi manhaajihi sharcigani waa sharcigii nebi axmed buu yidhi diintanna waa midda soo muuqatay buu yidhi sheekh aways alqaadiri raxmaat ullaahi caleyh nebiga isagoo si ammaanayuu yidhi muxammadun maxmuuduna muraaduna liqaa'ihi muxammadun maxmuuduna muraaduna liqaa'ihi muxammadun maxmuuduna muraaduna liqaa'ihi nura alanaami safuna cadnaanu aasulu jaddihi wuxuu yidhi muxammad weeye nebigu maxmuuduna muraaduna liqaa'ihi muxammad bimacnaa maxmuudu alcaaqiba ciribtiisa dambaa nebiga la mahadinayaa calayhi salaatu wasalaam muxammadun maxmuuduna muraaduna liqaa'ihi
muraadkeenna waxa weeye nebiga inaan la kulanno calayhi salaatu wasalaam. Nura lana misafuna adnanu aslu jaddihi. Nura lanami safuna firiya anaamka khalqiga makhluuqo dhan iftiinkoodii waaye nebiga calayhi salaatu wasalaam. Ilaahay baa doorta nura lana misafuna adnanu aslu jaddihi. wuxuu nisba sheegtaa nebigu cadnaan awowgiisa ugu dambeeya. Cadnaan waaye inta waajibka aad raba in la xifdiyo ilaa kow iyo labaatan oday waay inaad xifdisid waajib waaye cadnaankaasaa ugu dambeeya. nura lana misafuna cadnaanu aslu jaddihi walamaanu lilwaraa أهل السماء وأرضه. هو الأمان للورى أهل السماء وأرضه. نبي عليه الصلاة والسلام هو الأمان للورى أسقى متك أن نبي صلوات ربي وسلامه عليه أرض الله أمين يا سما الله عاية لي والله صدر أمضى إنه دعوة جارسية حبيب الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه. ساسوها شيخين الشيخ أويس رحمات الله عليه. نفتخر شيخين وكفانا إلهي رحمتي سهسي سبحانه وتعالى. ساسا مركي نبي قال له أمانة عليه الصلاة والسلام. قاد مركا سلاح يهبك يا أدلة نبي قال له دفاع يا أمانتي سا. سياد نبي قال أمانتي صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال بين نوع دي حكم مدعي رسول الله. رسولك إلهي حكم كيسا نوعد أمانتيس عليه السلام. جواب جائز وحا بنان بالإجماع. ولماذا إسلام كاكو إجماع ذي نبيك إلا أمانك صلوات ربي وسلامه عليه. لبشيخ اسكما خلاف سنا أحبابنا الكرام. قال تعالى إلهي أيدي ساو دليلا وإنك لعلى خلق عظيم. دبي عدوين بادو الشيطة تهي نبي محمد وصورة القلم. قال تعالى إلهي آيدي سأو دليل وعزروه ونصروه صورة الأعراف. ومعنى عزروه أي أثنوا عليه أمان أي نبي أمان ينبى لوجدا. ومدحوه وعظموه أمان أي أمان يانو أي نبي وينين يان صلى الله عليه وسلم. حديث كنبي نواء الدليل نبي يري إن بعض النساء دمرك قبل كود مدحنا النبي عليه السلام نبي أمانيين بقولهن قول كودي كو أمانيين أمام النبي نبي هرتيسا معيلهاين يا حبذا محمد من جار الله يا كوناكسا قفل لدرس نبي محمد يا كوناكسا. رواه ابن ماجه باوريي وثبت وحا سقناضي مدحو أكثر وحكبضا من سحابي أوله نبي أماني سيد حسان ابن ثابت عباس ونبي أديركيس ابن عبد المطلب يو قيرهما قير كود. والرسول نبينا لم ينكر موصا كو إنكر ذلك أرنكا بل استحسنه ووناكستي نبي محمد عليه الصلاة والسلام. عند قبله نبي إنا أمانا ولو قال صلوات ربي وسلامه عليه سيدة صحيحة علماء كوكول مين دمرك صوت كوضو عورة ما بقى هبا. أحبابنا الكرام نطبع أنها صوت كدمرك وعورة لكن عورة ما أهن سيدة علماء إسلام كو أي قبان نبينا وأماني كران صلوات ربي وسلامه عليك بنهينا ووناكسا وجواز وبنانتها النبي محمد إنا أمانتان صلوات ربي وسلامه عليه. لكن وحا مهيمة أمانتان أمانة إسان غبكات كد فاعلة هيدين وعلمك إيا نولجك إنا تقانان با مهيمة سي أيسان ما أنت إذين تشويشين كوابا ذنو مجسمة إيا مشبهة وما أنت أمد خريبا يا أحبابنا الكرام تاسا مهيمة ده شرعاتنا واكله الرئيسة معايا لنبيك أمانو دي قسائد كبرو لكن وحيالها مهيم كأنا برو علمك علم الحال كأبرو عقيدة ذا برو فقه كبرو تصوف كيسوفي لماذا صح ذا برو ضد بضمبا سوفي نمدي خلط كفهمي في هذا الزمان وقتي كان انجوغنو وسيخل دان افهمي كوها نقون برو متى كان تصوف كسحدا تصوف كسحدا وحكوب نيسيهي
العلم والعمل قفكو إنو برت شريعة إسلامك هذا نأوكو عمل فلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم إلهي بصالة سبحانه وتعالى إلهي مركات كبغدين قلبي قاقا أتسافي قريسين حمان تعد إسكا إلاليسين قشنك قلبك كل عودان أكسي فيسين حاران تعد كديكتوناتين قلبي قاقا ولالك أدن وحبا أقوقبا واتقوا الله ويعلمكم الله لكن سوفي بانا هاي قلبك قشنا إيقبوها ولالك إبان حزدايا ولا شيء مركي إيتما دواحة منايا متقانا ولالك إريبني فلان يقبيلا كفيرين يا تصوف كسامها أحبابنا الكرام سوفي نمدون ساس ماها dad badan oo maanta Soomaali ah oo tasawuf sheeganaya markaad u dhaba gashid suufinimadooda suufinimadooda fihi ma fihi waxba ka qaldan ahbaabana alkiram marka allah nagu toosiyo tasawuf ka saxda ya dariiqa saxda ayaa ya nagu toosiyo subhanahu wa ta'ala wa la ilaha allahumma amin su'al takallam ka hadal an adab alqabr qabri ga adabkiisa ka hadal jawaab yajibu waxa waajib al iman rumayn بعذاب القبر قبر عذاب كيسا متقانا إلا الرومية واجبة وهو ثابت وحكس بنا ذي بالإجماع علماء الإسلام كاكو إجماعي ومن أنكر قفكي ديدان كفر ومن أنكره قفكي ديدان كفر وقالوا بي وإجماع إلا الرومية إلا عذاب القبر أجير قفك مركا لأسو قبر قال لديكو إما العذاب وإما الجنة إلو هلايو قفك ديد عذاب القبر قاسنا وقالوا بي قال تعالى إلهي أيدي ساو دليلا النار نارتي با يعرضون لو بندقا يا عليها دشيدا غدوا نسكهور قلين كهور يو عشيا قلين كدنب ويوم مالنا ولو بندقا يا تقوم الساعة ساعد قيام أي دعيسو وحلو أرانا يا أدخلوا قلا أما قليا آل فرعون فرعون أهل كيسي قليا أشد العذاب عذاب مدك وقدرًا قليو إلهي ليه هذا سأو الدليل عذاب القبر إنو جرى سورة الغافر حديث كنبي قنا والدليل نبي قويري استعيذوا دلو مغنقلا بالله إلهي كما غنقلا من عذاب القبر قبر عذاب كيسا كما غنقلا رواه البخاري الإمام البخاري باسوسان عذاب القبر واجرا ما أنت واحد جوغا ضدبضان وقربها كنو ولو صوماليا وعذاب القبر بيني وأنا من سنين لكن سيدا نسكا كوعد قفكو هادو عذاب القبر قو بينيو إسلام كيوات الله بي وإسلام من نقونا يا أحبابنا الكرام تكلم كهذا عن عذاب القبر قبر عذاب كيسا كهذا جواب يجيب وحا واجب الإيمان الرومين بعذاب القبر قبر عذاب كيسا إن الرومية واجبة وهو ثابت بالإجماع إجماع بكسبنا إجماع وحا لماذا إسلام كاكو إجماع دي نصوص إسلام لدي لسادو مركا كوباد وقرآن كا مد الله بعد والسنة مد كصدحان وإجماع مد كأفران وقياس انت سأل الدليس ده القرآن والسنة والإجماع والقياس مركب مد كصدحان وإجماع علماء كو إجماعي إنو متقنا عذاب القبر أجره يجب وحواجب أن إيمان الرومين بعذاب القبر الرومي وهو ثابت وثابت وسغن يهي بالإجماع وكسغن يهي ومن أنكره قفك ديدان كفر وقالوا قال تعالى إلهي أيدي سأو دليل أن نار نارتي ويعرضون لو بندق يا عليها دشيدا قدوا نسكهر وعشيا كذن به ويوم ما لنا ولو بندق يا تقوم الساعة ساعد قيام أي دعيسو حلولي يهي أدخلوا قلي آل فرعون فرعون آل كيسي أشد العذاب عذاب بدك وقدر قلي إلهي ليه سبحانه وتعالى سورة غافر حديث كنبي قنا ودليل نبي قويري استعيذوا مغنقل بالله إلهي وحد كم مغنقشان من عذاب القبر قبر عذاب كيسا كم مغنقل رواه البخاري سؤال ما هو أول المخلوقات إلهي وحو أبو ريم حاقوه الرئي جواب أول المخلوقات إلهي وحو أبو ريم حاقوه الرئي الماء بيها قال تعالى إلهي آيدي سأو دليلا وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا واين لي من الماء بيها حقودا كل شيء شيء والبا حي نلربان اوغيين او بيلا وحنا لان كره مجران سوره الانبياء حديث كنبينا وا دليل نبي يري كل شيء شيء والبا خلق وحلق ابو ري من الماء بيا لغا ابو ري رواه ابن ماجه حديث كان وري جواب
أول المخلوقات إلهي وحو أبوري وحا أوغه الرئي محا سؤال ما هو أول المخلوقات إلهي وحو أبوري محا أوغه الرئي جواب أول المخلوقات إلهي وحو أبوري وحا أوغه الرئي الماء بيه بيانا لك أبوري أنك نبي أذن وحا لك أبوري عيد بار لك أبوري قال تعالى إلهي أيدي سأو دليلة وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا وان يلي من الماء بيها حقودا كل شيء شيء والبا بان حي نولول اوغا سمين بيالان وح نولان كلماري والعبيسا عنتظا كوكر سنيسا مرولو بيها وأوباهن سورة الأنبياء حديث كنبغونا وأو دليل نبغو يري كل شيء شيء والبا خلق وحالك أبوري من الماء بيالك أبوري رواه ابن حبان با حديث كاوري marka walaalaya masaladan in lagu baraarugo muhiim weeye ahbaabana alkiram waxa ilaahay u abuuray number 1 waxa ugu horeeyay waa biya sida naska ku cad aayada quraanka iyo xadiiska nabiga kaleehi salaatu wasalaam arinta oranaysa waxa ilaahay abuuray waxa ugu horeeyay nuurka nabiga kaleehi salaatu wasalaam arinta ma ya walaalaya nabigu nuur waa kaleehi salaatu wasalaam iftiin buu ahaa light buu ahaa لكن إلهي وحو أبوري ومهرين نور كنبيك عليه الصلاة والسلام لكن معه قهري الماء بيها قهري بيها قهري وكاس حديث باكرة وموضوع أورانا يا وحو البوحة لقى أبوري نور كنبيك عليه الصلاة والسلام حديث كاس هو موضوع وحالة ده نبيك اللقو بين أبورتي عليه الصلاة والسلام وإفترى ما حديث كرام أحبابنا الكرام لكن إلهي وحو أبوري وحو قهري الماء بيها قهري dad kala wa saga khalda nabi maxamed nur bu aha iyo nurkiisa ma taqaana wixii la abuuray ugu horeeyay waa kala labo waxa la abuuray waxa ugu horeeyay alma laakiin nabigu nur wa aha alayhi salatu wasalam iftiin wa aha layt wa aha qad jaakum min allahi nurun wa kitabun mubin nurka waxa loo jeeda nabigu hidaayada iyo nurka uu leeyay asagoo dhan nabigu waa ifaay aisha waxay noo sheegtay sirada irbad haday ka dhacdo nabigu uu soo galo sida nalkii oo kale inay irbadeeda helayse نبي صلى نور وأوها إفتين بوها عرف بوها حبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام وعرفا نور بوها قف إلهي دورتوها نيدت كيسا برافون بوها لكن مسألة إيو يمتق أن نبي قصاصوها وكلا لب أحبابنا الكرام وحو إلهي أبو ري وحو وهري الماء نسك آيادة يا حديث كاكوعد أيادو أذوق ما آيادة يا حديث كالراعيسا مسميلك لو قردكيح الراعيسا لكن نبي نور كيسا متقانا وحول بلغا أبوري ولا لا الحديث كاسو حديث موضوع وي جابر متقانا لون سبيو ما أن حديث نبي كاسو قنادي عليه الصلاة والسلام موضوع معنى سنا وحاوي وكذب وبين نبي قالوا بين أبورتي عليه الصلاة والسلام ساسا لوجيدا وحي إلى هاي أقوه الرئي وأبوري وبيها الماء نبي آذن محال لغا أبوري عيد بلغا أبوري dadka intooda soo haray maxaa laga abuuray biya laga abuuray water biya laga abuuray ahbaabana alkiram maxaa yeelay annaga biyaan la ka abuuray qof walba biya laga abuuray haddii biyahaas waxa weeye ilaahay subxana wa taala dumar kana biyaha waa siiyay ragana ilaahay waa siiyay ragga kaliya ma lahan biya minida waxa la yiraahdo dumarka ragga kaliya iska ma leh dumarkuna waa leeyihi ragguna waa leeyihi this is sarihan ahbu ilaahay quraanka uu sheegay بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق بني آدم كهفي ريال يروح الله قابوري خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب في ريا على قابوري بيو او تدفق له بود بوديا رقا مركي بيها كسو بحيان قفكو معان سنة يا علامات كميني دي اللقو كرتاي كمي تهي تدفق بانا جيرا و بود بوديا بيها سو بيها سا على قابوري بيها سي رقا وحي كايمانا يان دبركا دمر كان وحي كايمانا يان كالحمها زوجك يا زوجته ويل بي اما عرق بي دليان قبر اما ويل ويل كاسي يا قبر لا اي دليان وحا لغا يابا انو دينا هويدا ولد كاسو او اكادو واي لماذا محوغا اكانيا
That means biyihii ninka waxaa ka xukubatay biyihii gabadha waaye. Ay asag gabadha biyaheedii baa u hormaray raximkii gabadhii buu wiilkaas u ekaanaya ama gabadhaas u ekaanaysa. Ama minidii gabadha ninku wuxuu u hormareen raximkii wiilkiibu markaa shabahaya waladkii u ekaanaya walaale. Marka dumarkana karxamahay biyaha ka imaanayaan falyandur linsaanu mima khuliq khuliqa mima in daafiq yakhruju min bayni sulbi wataraa'ib. Dhabarkay ragga ka imaanayaan dumarkana kalxamahay ka imaanayaan biyahaasaa laga abuuray nebi aadam wixii ka soo haray calayhi salaam. Laakiin nebi aadam dhoobaa laga abuuray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Duuduub cumuumun ahaan waxa ilaahay uu abuuray oo dhan waxaa ugu horreeyey almaa. Waxa ugu weyn oo ilaahay uu abuurayna waa carshiga subxaanahu watacaala. Yaysan isaga ka khaldamin. The biggest one Allah subxaanahu watacaala uu abuuray waa alcarsh, carshiga waa. Muxuuna u abuuray? Xikmadda waa maxay? إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. بلاي عرشك وحوا أبوري إنه أودي سكموك يا سبحانه وتعالى ولم يتخذه مكانا لذاته. لكن مكان يبليس يقري ودقيه وماها عرشك إلهي سبحانه وتعالى فالعياذ بالله وساوي والله يعني. هذه هي العقيدة الحق. عرشك إلهي يهري إلهي بهري سبحانه وتعالى. قفك إنه سافه مو بالرا وحى إلى هاي وأبو رو نوح أجوري يي وتر الماء بيها أجوري وحى إلى هاي سبحانه وتعالى دوين وأبو رينا وعرشها سيدا إنه قفك آمنا لرا ونصوص كسر أروري إخوة الإسلام والإيمان. سؤال ما هو أول المخلوقات وحيا لها إلى هاي وأبو ري محا أجوري يي. جواب أول المخلوقات إلى هاي وحى أبو ري وحى أجوري الماء بيها أجوري. قال تعالى إلهي أيدي سأو دليلا وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا وانيا لي من الماء بيا حقو ذا كل شيء شيء والبا حي نلل بان وقصم يعني محي البيا مر البا لو بهي سورة الأنبياء حديث كنبي قنا ودليل نبي قنا كل شيء شيء والبا خلق وحالق أبوري من الماء بيا لقى أبوري ساسو إلى إليه سبحان نبي قول إليه عليه الصلاة والسلام. درسي يعني شناد كتاب كان عقيدة المسلمين انت سكسو كوبينا وحي أنكو قفية وأنكو خطأي ولقلة علمي ولكثرة جهلي. علمي جيغو آدو هوسيا يجهلي جيغو آدو تربضا وحي أنا سيبايدا مانتين إلهي أن نقطب بسيو سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو البر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.